أهلا بكم مشاهدينا. تلعب صناعة الألمنيوم دورا كبيرا ومهما في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تصدر نحو 80% من إنتاجها إلى الخارج، ويتوقع أن تنمو حاجة السوق العالمية من 40 مليون طن سنويا إلى نحو 70 مليون طن في عام 2020. دول الخليج تحتضن 5 مصاهر كبرى، منها مصهر إيمال الذي نستضيف الرئيس والمدير التنفيذي الأستاذ سعيد فاضل المزروعي في هذه الحلقة من برنامج حوار الأسبوع. حياكم الله. لو نتحدث بداية عن شركة إيمال، كيف بدأ التأسيس لهذه الشركة وكم يبلغ حجم رأس مالها؟ الحمد لله تم بمرسوم من سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان حفظه الله، مرسوم السابع في 2007 تشكيل شركة إيمال. شركة إيمال عبارة عن مصداقية الرؤية ل 2030 لرؤية أبو ظبي الاقتصادية، وهي ركيزة صناعية تعتمد عليها اعتماد مباشر من حيث إرساء خطط المستقبلية للتصنيع وتحويل الغاز إلى صناعات محلية قادرة أن تكون مصنفة عالميا. وكذلك مما هو المعلوم أن شركة إيمال مناصفة انشأت ما بين مبادلة أبوظبي في أبوظبي وكذلك دوبال كشريكين أسسا شركة إيمال الوقت الحاضر. وما هو حجم رأس مال الشركة؟ بالنسبة لمشروع إيمال أسس على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت في بداية 2007 من المرسوم سمو الشيخ خليفة بن زايد كما ذكر سابقا، وهي مرحلة قيمتها الإنشائية ما يعادل 6 مليار دولار. في المرحلة الثانية بدأنا في بداية جولاي 2011، والحمد لله تم صب أول خرسانة لخلايا التشغيل في إبريل 2012، مما يعزز مصداقية إنشاء المرحلة الثانية وإنشاء المصنع بكامله. إن شاء الله بدأنا في المرحلة الأولى بإنتاج 750 ألف طن، بتحسين في نهاية سنة 2012 بيكون كمية الإنتاج حدود 800 ألف طن، وبنهاية المرحلة الثانية في عام 2014 سيتم إنتاج ما يعادل 1.3 مليون طن سنويا. بعد 5 سنوات على التأسيس، ما هو الدور الذي تلعبه شركة إيمال في اقتصاد إمارة أبوظبي؟ الحمد لله إيمال لها موقع مميز في نظرة أبوظبي 2030 كما ذكر سابقا، وفي الوقت الحاضر تعد إيمال بدخل الناتج القومي ما يعدل 0.4% من الدخل الوطني. وكذلك إيمال من مجمل إنتاجها هو إعداد المواطن أو الكادر المواطن ليدخل في برنامج الصناعات المحلية أو بصناعات الألمنيوم، وهناك استقطاب مجموعة أو شريحة كبيرة من المواطنين لجميع المستويات. في الوقت الحاضر عندنا ما يعادل 391 مواطن، ما بينهم 100 مهندس مواطن، ما بين ال 100 مهندس مواطن ما يعادل 19 مهندسة مواطنة تعمل داخل المصنع بذاته. كذلك حصة إيمال بأنها خصصت ما يعادل 30% من إنتاج الألمنيوم لاستقطاب الشركات التحويلية ما بعد إيمال، فقررنا ومجلس الإدارة قرر تخصيص 30% من معدل الإنتاج السنوي إلى الاقتصاد الداخلي وإنشاء مصانع داخلية في الإمارات، من ضمنها مصانع قريبة من الإمارات. ومع تخصيصكم 30% من حجم الإنتاج إلى المصانع الداخلية، هل ستكون تابعة لكم؟ بالنسبة لإنشاء المصانع، هي مصانع إما تكون منشأة على كادر مواطن رأس مال مواطن أو مصانع عالمية معروفة. إيمال توفر له حصة السائل المذاب أو أي نوع من السبائك المعترف فيها المعروف فيها لتحويلها من وإلى مواد استهلاكية
إما يكون داخل البلد الإمارات أو خارج البلد. وما هي توقعاتكم لحجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة؟ بالنسبة لكمية الإنتاج الحمد لله أنتجنا ما يعادل 750 ألف طن سنويا وهو المرصود بالنسبة لإيمال المصنع إيمال. فالمجال الاقتصادي في هذه المرحلة على بداية التشغيل وكذلك تكلفة التشغيل ثم معدل الصب ونوعية المواد المنتجة. بدأنا في الوقت الحاضر إنتاج الخامات التي لها قيمة اقتصادية عالمية من السبائك المعرف بها بإسطوانات السبائك أو السبائك الكبيرة الحجم، بحيث أن قيمة المردود لبيع هذه النوع من السبائك عالميا لها مردود أكثر عن السبائك الأقل قيمة وهي السو في معظم الأحيان أو ما يعادل السبائك المعتمدة المعترف عليها الإنجت عالميا لها مردود قيمة قليلة جدا. مع انتهاءكم من المرحلة الأولى بلغ حجم الإنتاج 750 ألف طن، ماذا عند الانتهاء من المرحلة الثانية في عام 2014؟ كم سيبلغ حجم الإنتاج؟ إنتاج المرحلة الأولى كان 750 ألف طن معدل الإنتاج السنوي، ولكن في الوقت الحاضر بدأنا في تحسين إنتاج الخلايا واستضفنا بداية، لأن إيمان تؤمن إيمان صراصخ بأن كل شيء نقدر نحسنه، فمن بيئة التحسين وجدنا أن في تحسين للخلايا المنتجة، فإن شاء الله في نهاية 2012 السنة هاي سيتم إنتاج ما معدل 800 ألف طن ما يعادل 50 ألف طن سنويا بتحسين أداء الخلايا وإضافة أجهزة جديدة بحيث أنك تجعل الخلايا تنتج أكثر كمية من الألومنيوم. ثم المرحلة الثانية إن شاء الله في نهاية 2004 بداية 2014 نهاية 2014 سنة بيكون بداية التدريج من ناحية الإنتاج، فبمعدل الكمية ويعادل 1.3 مليون طن سنويا. توجهتم إلى المنطقة الصناعية كيزاد لإنشاء مصنع الإمارات للألمنيوم، ما هي الكلفة الإجمالية للمشروع وكيف سيتم تمويله؟ من مميزات إيمال الوقت الحاضر وضعها في منطقة صناعية في كيزاد أو خليفة اندستريال زون، وهو منطق استراتيجي يخدم مصلحة أبوظبي أو توجه أبوظبي الاقتصادي 2030، وهو من المعلوم أن وضعنا هنا في كيزاد يوفر لنا جلب وتصدير الخام وكذلك المنتج بكميات أو بأسعار اقتصادية. الوقت الحاضر عندنا رصيف لجلب مخصص لإيمال لجلب الخام من الكربون أو من الألومنيوم المستعمل في المصنع عن طريق الرصيف هذا المخصص لإيمال. أما بالنسبة لتصديره فتصدير الوقت الحاضر إن شاء الله بيتم الانتهاء من ميناء أبوظبي ملا خليفة في أبوظبي نهاية السنة هذه 2012، وكذلك بيتم تصدير المنتج عن طريق الميناء الوقت الحاضر. أما بالنسبة لإنتاجنا فإنتاجنا ما يعادل 750 ألف ويتم تصديره عن طريق ميناء زايد الوقت الحاضر في أبوظبي وكذلك ميناء جبل علي. ونستقل كذلك لا ننسى أن الدولة تحظى بموانئ كثيرة، وهذا مما لا شك فيه ينمي اعتمادنا على كيفية تصدير المنتج بتكلفة تحظى بالمنافسة العالمية. أما بالنسبة لتكلفة المرحلة الثانية المتوقع أن تكون تكلفة المرحلة ثانية ما يعادل 4.5 مليار دولار، وهذا بيتم إن شاء الله إنشاء المصنع المرحلة الثانية من المصنع في نهاية 2013، ويتم
إنتاج المنتج بتدرج إلى أن تستوفي جميع الخلايا في نهاية 2014، وبنهاية 2014 سيكون كمية الإنتاج ما يعادل 1.3 مليون طن سنويا. ومع الانتهاء من الميناء الجديد، ما هي الكمية التي تتوقعون أن تصدروها من خلاله مقارنة مع الموانئ الأخرى؟ الحمد لله بأن ميناء خليفة في طويلة بيكون من أحد المشاريع المميزة من ناحية أسلوب التصدير، بأنه يجلب جميع الآليات الحديثة، وستكون مما لا شك فيه أن قيمة التصدير من الميناء بتكلفة أقل بأسرع وقت ممكن. في هذه المميزات التي يطرحها ميناء خليفة لنا، سيكون كمية الإنتاج المنتج كامل من إيمال عن طريق ميناء خليفة، لأنه مما لا شك فيها أن سلعة أو قيمة التصدير لها إضافة للمنتج، مما يجعلك كمية المنتج الواصل إلى المستهلك تزيد وتنقص من ناحية أسلوب التصدير. ولنا لا شك فيه أن سيكون حصة من بعض الإنتاج عن طريق ميناء جبل علي بسبب التزاماتنا بالشركات المنتجة أو الشركات التي تود الحصول على المنتج عن طريق ميناء جبل علي. فالحمد لله أن إيمال موقعها الوقت الحاضر اللي هو ما بين أبوظبي، مدينة أبوظبي ومدينة دبي، ما موقع مميز، بحيث أن تستطيع استغلال الميناء، ميناء الشيخ خليفة هنا في الطويلة، وكذلك ميناء جبل علي. وكذلك لا ننسى أن هنالك موانئ كثيرة في الإمارات، لحق المشتري أن يخصص أي ميناء يستطيع أخذ البضاعة منه. هل ما زالت تبعات الأزمة المالية العالمية تؤثر على بعض البلدان المستوردة للألمنيوم؟ بداية أن لكل دولة لها خصائص الخاصة بها اقتصاديا، مما لا شك فيه أن لابد من وجود نوع من التبعات لأي منتج عالميا. لكن الحمد لله أنا أطمئن بأن منتج إيمال وإن كانت الأزمة الاقتصادية عالميا، استطعنا بيع كمياتنا كاملة 750,000 طن إلى جميع الشركات. بالعكس، سنة 2012 نتفائل بخير، بحيث أن تم الطلب أكثر بكثير عن المعروض الوقت الحاضر، بحيث أن إيمال استطاعت رصد مشتريات ما يعادل 900,000 طن في 2012، وكمية الانتاج الوقت الحاضر عندنا ما يعادل 750,000 كما ذكر سابقا. فالطلب في الوقت الحاضر عندنا أكثر عن المعروض بالنسبة لشركة إيمال. أسعار المواد الخام تشكل عقبة أمام العديد من الشركات، هل تواجهون أي ضغوطات بهذا الخصوص؟ من المعلوم أن أسعار الخام أسعار عالمية ومكشوفة حسب البورصات المحددة لها العالمية، من ناحية سعر لندن أو من سعر اليابان أو الأسعار العالمية. فلذلك من خطط إيمال الاستراتيجية بأن الأزمات تحل بواسطة عقود طويلة الأمد، وهذه العقود أو المصادر مختلفة من ناحية الشركات. الوقت الحاضر عندما يعادل 3 شركات لشراء المادة الخام، وكذلك الاتحاد ما بين إيمال ودوبال من ناحية شراء الخام يعطينا نوع من الفرص، بحيث أننا نستطيع شراء الكميات أكبر بمعدل أقل، لأن المعروض لشراء كمية كبيرة، فتحصل خصومات محددة من ناحية بيع الخام عالميا. وكما ذكر سابقا عندنا عروض طويلة الأمد، بحيث أننا نستطيع أن يكون الخام في متناول يدنا حسب الطلب أو حسب استهلاكنا اليومي. أعزائي المشاهدين، نصل إلى فاصل قصير ومن بعده نتابع حوار الأسبوع.
موقع سي ام بي سي عربية بحلته الجديدة، معلومات شاملة، أسواق عالمية وآخر أخبار المال والأعمال بالصوت والصورة. وإن كنت بعيدا عن جهاز التلفزيون يمكنك الآن متابعة بثنا الحي عبر موقعنا الإلكتروني cnbcarabia.com. لأعمال موقع واحد. أرامكو تمنح شركة أمريكية عقدا بقيمة 400 مليون دولار لحفر أكثر من 70 بئرا خلال 5 سنوات. وفيسبوك يعتزم رفع نطاق السعر الخاص في الاكتتاب الأولي لأسهم الشركة إلى ما بين 34 و 38 دولار للسهم. وجلسة الأعمال الليلة 4 مساء بتوقيت غرينتش. الأسهم الكويتية برعاية بنك الكويت الوطني وشركة عارف للطاقة، استثمارك للمستقبل. أحب الفن لأن في انطلاق، بس أحب الفن المحترم. مجلس الوزراء استعان فيني لإجراء مسح لأهم الأسباب يمكن اللي أدت إلى الأزمة. أنا بدأت أنقل لمرحلة المنتجات صديقة البيئة، كانت ثورة، كنا من أوائل الناس في مصر. جاء المدير المالي الحقيقة دخل لوالدي وقال له الشركة هتقفل. الحظ لا يأتي وأنت قاعد. العلم هو اللي يبني الحضارات. العيال هم أولاً وبعدين هي العمل. معهن على شاشة سي أم بي سي عربية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نعود للحديث عن صناعة الألمنيوم، وضيفي سيد سعيد فاضل المزروعي الرئيس والمدير التنفيذي لإيمال. قبل الفاصل ذكرت بأن هناك تعاون بين شركتي إيمال ودوبال بشأن الأسعار المواد الخام، ما هي أوجه التعاون الأخرى؟ كما ذكر دوبال تمتلك حدود 50% من حصة إيمال. هناك تعاون مشترك عندما تكون الفائدة للطرفين من ناحية إيمال، كما ذكر سابقا تعاون من ناحية تقنية. فدوبال عندها الفريق الفني في بعض الأحيان يتابع سير العمل من ناحية تقنية الخلايا المنتجة. كذلك نتعاون في عرض السوق المنتج من ناحية الخام، من ناحية إنتاجنا. فمن المعروف أن دوبال لها باع كبير في تسويق المنتج، فاستطعنا الحمد لله بخبرة دوبال أن نصل إلى الأسواق العالمية، والتعاون ما بين دوبال وإيمال على هذا المنتج. كذلك تعاون في تدريب وتأهيل الكوادر الموجودة في بداية المصنع أو بداية المرحلة الأولى. تم جلب الكادر المواطن وكذلك الأجنبي وتأهيله عن طريق مجالات التدريب أو فصول التدريب في دوبال. أما في المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فما زال التعاون موجود، ولكن انتقل مراحل التدريب من دوبال إلى إيمال. ففي الوقت الحاضر عندنا فصول تدريبية وتأهيلية كثيرة جميع المراحل في الوقت الحاضر. فهناك التبادل مستمر والتعاون مستمر على جميع المراحل، إن كانت علمية أو فنية أو من ناحية المنتج. وبرأيك هل يمكن أن تتطور هذه العلاقة بين الشركتين للاندماج أو العمل على مصنع يكون هو الأكبر حول العالم؟ طبعا بالنسبة لإيمال عندها قدرات أن تتوسع داخليا، من حيث أن من ناحية كمية الانتاج، من ناحية وضعها الاقتصادي، ومن ناحية المساحات المطروحة في الوقت الحاضر في أبوظبي تستطيع أن تتوسع. وهذا متروك للشركاء كيفية الاندماج أو كيفية أسلوب تحويل القاعدة الاقتصادية بصناعة الألمنيوم إلى ما إلى
أحجام أو حجم يضاهي الشركات العالمية. وإلى أي البلدان تصدرون؟ الحمد لله إيمال بدأت تصدير منتجاتها عالميا. الوقت الحاضر عندنا ما يعادل فوق 200 شركة عالمية في 36 دولة. فتم تصدير منتجنا إلى اليابان، أوروبا، شرق آسيا، أمريكا الشمالية. فليس حدود لنا من ناحية جغرافية، من ناحية المنتج، والمنتج في الوقت الحاضر له سمعة عالمية من ناحية نوعية المنتج وكذلك خصائص المنتج من ناحية النقاوة. كما ذكر أن DX أو التقنية التي تستقلها إيمان في الوقت الحاضر تنتج الألمنيوم بنقاوة عالمية وجيدة. ماذا عن المنافسة في هذا القطاع؟ كيف تقيمونه؟ بالنسبة لسوق المنافسة سوق عالمي، لأن نطرح بضاعتنا عالمية وليس محلية فقط. فالحمد لله بوجود تقنية مثل تقنية DX والDX بلس عندنا موجودة، قيمة أو كمية الإنتاج تكون بأقل تكلفة مقدرة. لذلك نحن وضعنا في الوقت الحاضر والحمد لله من وضع الشركات في الربع الأول من كمية أو تكلفة المنتج. وكذلك إيمال مبنية على اقتصاد سنوات كثيرة طويلة الأمد، فتذبذب الأسعار أو تذبذب التنافس الموجود ليس في مرحلية فقط، لكن ننظر إليه نظرة طويلة الأمد. أما بالنسبة لوضعنا نحن كمنتج أو كتكلفة المنتج فوضعنا جيد وبشر بخير، وتحسين الأداء للمصنع هي الأهم الأول والأخير للإدارة المحلية لإيمان. فالحمد لله بدأنا في تحسين الأداء مثل ما ذكر، خلال سنة من الإنتاج بدأنا تحسين الإنتاج من إنتاج 750 ألف إلى 800 ألف. كذلك من مبادئ اسمها والقيم التي تؤمن بها إيمان كل شيء يمكن تحسينه. فبدأنا في برنامج تحسين للكادر الفني من ناحية اطراح طروحات للرأي وتحسين الموجود او تحسين اساليب الانتاج، بحيث ان اصبح عندنا ما يعادل 5000 اقتراح خلال السنة ونص من كميته، وهذا يؤدي لتحسين الانتاج وتحسين المواد. كذلك تعاون ما بين الجامعات على مبدأ كيف نستطيع تحسين انتاجية او الاستهلاك. فهنالك على جميع المستويات علمية جامعية محلية نستطيع أن نقلل من تكلفة الإنتاج، مما لا شك فيه أن هنالك قيود عالمية وأسلوب المنافسة أسلوب مطروح. ونحن اليوم في إيمال وضعنا الاقتصادي وموضعنا في تكلفة الإنتاج موضع يبشر بخير الحمد لله. البيئة هاجس يؤرق كبرى الشركات الصناعية، ما الدور الذي لعبته شركة إيمال للحفاظ عليها؟ مما لا شك فيه أن رؤية أبو ظبي 2030 أحد ركائزها هي النظر إلى البيئة من حيث حماية البيئة من جميع أطرافها، إن كانت البيئة البحرية أو البيئة البرية أو الجوية كذلك من ناحية انبعاث الغازات. فالحمد لله إيمال صرفت ما يعادل 700 مليون دولار في هذا المجال، بحيث أن استعملنا التقنيات المؤهلة والموجودة في الوقت الحاضر في العالم لكي تكون أحد ركائز التصنيع في إيمال. على سبيل المثال كميات الماء الموجودة في الوقت الحاضر للتبريد، من المقترح أن يكون عالميا درجات رجوع الماء المبرد إلى البحر ما يعادل 5 إلى 3 درجات مئوية فارق الداخل وإلى الخارج. أما بالنسبة لنا فأخذنا على عاتقنا بصرف بحيث يكون التبريد إلى درجة واحدة. لماذا؟ لأن وجود الكائنات البحرية القريبة من إيمال والاعتماد الكلي على حماية هذه البيئة الموجودة. ثانيا أعطيك مثال بسيط وهو متابعة كمية الانبعاثات الغازية. فالوقت الحاضر عندنا محطة رصد قريبة
من الرحبة اللي يكون متابعتها على مدار الساعة، مو فقط من إيمال ولكن من هيئة البيئة في أبوظبي. وهناك الكثير من البوادر التي أنشأناها في إيمال التي وأخذنا على ثقنا بأنها تكون موجودة في جميع منشآت إيمال من ناحية حماية البيئة، كما ذكر قاز الغازات المنبعثة، استعملنا جميع التقنية الموجودة بحيث أن تقليل كامل متابعتها على أطراف إيمال، متابعة البيئة الحيوية الموجودة عندنا في البحر. ومن أحد الأمور التي صراحة نفتخر بها، في بداية المشروع قمنا بجلب شركة متخصصة في نقل الكائنات الحية الموجودة في موقع إيمال، بحيث تم نقل السحليات والعقارب والكائنات الحية الموجودة هنا إلى مواقع آمنة قريبة من إيمال. فمن البرامج الكثيرة لا أستطيع عرضها الوقت الحاضر، لكن هنالك برامج كثيرة اتخذتها إيمال في حماية البيئة. نشكر وجودك معنا المدير والرئيس التنفيذي لشركة إيمال سعيد المزروعي. أعزائي المشاهدين، الشكر موصول إليكم، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة من حوار الأسبوع. إلى اللقاء.